لم تمهل رصاصة طائشة الشاب النجفي زيد وقتا كثيرا ليفارق على أثرها الحياة، ضحية جديدة تسجلها حوادث الرمي العشوائي في المحافظة بعد أن تسببت إحدى الإطلاقات النارية أثناء حفل زفاف بفاجعة في بيت آخر. كل عمره 28 سنة، متزوج، عنده طفلة، زوجته حامل وطفل، ولحد الان ما فرح بيه. اجى يم اصدقائه مسير، بس نزل من السياره لزم ظهره اثناء التسجيل، لزم ظهره ووقع ماكو اقل من متر وقع. لقينا الموضوع انه زفه وشباب ورمي، والرمي منفلت منفتح اكثر من الطاقه، والسبب الزف مو من داخل النجف يا حبيب، من خارج النجف. بغضب يحمل ذو الشاب المغدور القوات الأمنية مسؤولية ما وصفوه بانفلات السلاح وعدم السيطرة عليه، لا سيما في المناسبات بالقرى والأرياف، وهو ما يسفر عن وقوع ضحايا بين الحين والآخر بنفس الطريقة. تب على قائد الشرطة اللي دق صدره أول ما إجى وقال إن شاء الله الانفلات أمني واللي طلقة للثور بالمنطقة نجيبها، واحتب أزيد على مدير السيطرات. مدير السيطرات أنا شايف هذا عمري ينزلنه بالسيطرة على الحاسبة يدقق هويتي، أما سلاح يجي من غير محافظة ويدخل للنجف ما يظهر، ماكو تدقيق. ثلاثة، احتب على شغلة ثالثة، إنه تيجي سيارة نجدة وابني بالباب بالقاع يعني ينزف دم، يقول له تعجلي، يقول لا والله بها مسؤولية. طيب النجدة شنو شغلها؟ طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى بوضع حد لهذه الحالات مثل الزواج. الزواج الرمي به يجب قبل ما يعقد الزواج يأخذون تعهد من الزوج أنه أي حدث يتحمله الزوج. وعلى مدى أيام قليلة سجلت النجف عددا من حالات الإصابة جراء الرمي العشوائي في وقت ينتقد فيه مواطنو المحافظة قيادة الشرطة بعدم الإيفاء بوعودها بالسيطرة على هذا الملف. من النجف محمد رزاق، التغيير.